ايه الكلام الوعر ده؟ انت ناوي على ايه؟ انا مش مستريح لكلامك دي خالص. انا مش ناوي على حاجه وحشه، وما فيش في نيتي غير كل خير، بس يعدي يومين ثلاثه كده والعزا يخلص. عايزك تروح لعبد الحكيم وتقول له يا ريت تدي الكريمه وبنات اخوك ورثهم شرع ربنا. ما بتردش عليا يعني؟ اه هتقول لي يا كريمه ماليش دعوه وخرجيني انا من المشاكل دي، انا دماغي بتوجعني. الله في سماه، لو قلت حرف واحد من اللي انا قلته ده لكن واخده بناتي وخارجه من بيتك، ويحرم عليا ما اخشهوش تاني. قلت ايه؟ حقي ولا مش حقي؟ حقك يا كريمه حقك، بس مش وقته يعني. لا ده وقته نص وثلاث ارباع. انت مش عارف حاجه، البنك بيحجز على الفيلا وانا معيش جنيه في جيبي، نعمل ايه انا والبنات؟ نلف نشحت في الشارع ولا ندور ونمد ايدينا للي يسوى اللي ما يسواش؟ وانا ليا ملايين الملايين، شرع ربنا ده ولا مش شرعه؟ حقي ولا مش حقي؟ وانت راجلي ولا مش راجلي؟ مروان والله العظيم كان قلبي حاسس الا كفيت معايا الليله. حلمي يا اخواتي الحمد لله ان ربنا استجاب لي. تعال اقعد ارتاح. جعان؟ لا. اعمل لك وقت؟ لا. طب ايه رايك اعمل لك فطيره بالعسل انما ايه هتاكل صوابعك وراها. الله يرحمك يا عمي، حتى الحزن استكترينه عليك. ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ اشرب الشاي اهو واخش اتخمد. لا ده انت زعلان، مالك فيك ايه؟ ولا حاجه، الحقيقه بقى انه ولا حاجه. هو ايه اصله دي؟ ما تتكلم عدل. ما انا بقول لك اهو الحقيقه، انا ولا حاجه. فهمت، تبقى اتخانقت مع شمس. لا ابدا، لا اتخانقت ولا اتصالحت، دي حتى ما افتكرتنيش النهارده اصلا. انا ساعات بحس كده ان انا ماليش اي ثلاثه لازمه في البيت ده. ومين سمعك؟ بس ارجع اقول لك الحقيقه بقى، انا اللي عملت ده كله في نفسي. معلوم، انت اللي عملت في نفسك كده، سبتها تشوط فيك لحد ما بقت هي الراجل. بعيد عن انك بتهزقيني دلوقتي، بس مش هو ده بصراحه كده. نادي يا طمعي هو السبب. انا واحد كنت عايش في اسكندريه معزز مكرم، ايه اللي يخليني اجي عايش في الصعيد بلد معرفش فيها اي حد؟ كل ده عشان ابوها مديلي ايده وساعدني وشغلني. رحت انا بقى بطمعي وجشعي قلت يا واد مد ايدك اكتر، اتجوز بنته بقى خليه يساعدك ويقف جنبك ويعمل لك مشروعك في اسكندريه وتكبر. اتوكست زي بس اللي انا اعرفه ان انت بتحب مروان. اه بحبه، بس الحربايه والحريم اللي في البيت ده يخلوا اي حد يكره روحه مش يكره غيره. ما كنتش عارفة أعمل إيه، أقعد ولا أمشي، أكمل ولا أقول له يطلقني ويطلقني. أبوي لو سمع كلمة الطلاق دي ممكن يحمل فرن ويرميني فيه، وأنا خلاص ما كنتش قادرة. أنا آمنت إن الحب مش كل حاجة، ملعون أبو الحب اللي يخليك تعيش في هم وغم وقلة قيمة. لا نادية، بس مروان كويس معاكي. آه مروان ما بيعملش حاجة عفشة، بس كمان ما بيعملش أي حاجة خالص. هو بره
وأنا مطلوقة في البيت، مش قادر يقف لأمه ولا عمته ولا حتى أخته اللي هي مرتك. أنا خلاص متأكدة أني مش هعيش معاه في هنا إلا لو طلعنا من البيت ده، وده عمره ما هيحصل. طبعاً إذنك بقى إيه، خش اتخمت بقى. تصبح على خير. أنت من أهل الخير. كانت بتقول لك إيه الحرباية المصدية دي؟ هي مين دي؟ هي مين؟ انت عارف واني عارفه والعارف لا يعرف، البت اللي اسمها ناديه، عمالين تتودوا مع بعض ولا حاجه. هتقول لي ايه يعني؟ وبعدين هو انت بتراقبيني ولا ايه؟ ولا حاجه، بقالك ساعه ودود 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 كلت ودانه. كانت بتقول لك ايه يا ستي؟ لا إيه؟ انا اقول لك كانت بتجويك عليا. لا قالت ولا عادي، تشيلي البت من دماغك، شيليها من دماغك خالص. كانت بتقول لك ايه؟ بقول لك يا شمس، انا تعبان وعايز انام مش ناقص. تعبان من ايه؟ انت بتعمل حاجه؟ شمس ايه؟ زعلت؟ اتضايقت؟ لا زعلت ولا اتضايقت. وبعدين على قولك كده انا ماليش لازمه، ما بعملش اي حاجه، هزعل واتضايق من ايه؟ ولا حاجه. مش القصد، انا عارفه البت ناديه دي ما بتحبنيش، بتكرهني. انا قلت انها اكيد اكيد هتجويك علي. وعلى رأي الشاعر، لو حد ناداك اعمل من السامع برضاك. أني مش مضمون، أني ممكن أقلب مجنون. يقلب بقى ما يقلبش، وأنا يعني لو قلبت عليكي هتفرق معاكي أي حاجة؟ شكلي عكيت زي المعتاد. أيوة اهلا عبد الحكيم، اتفضل. انت لسه ما نمتش؟ ومين يجي له نوم؟ ده انا عمال افكر من ساعه ما دفناه. اتفضل. انا كمان مش جاي لي نوم. عارف انا حسيت بايه؟ بايه؟ حسيت بأن مفيش حاجة في الدنيا ليها أي لازمة. فجأة لقيت نفسي بسأل نفسي، أنا ليه عامل مشكلة مع مرضي؟ وليه مقاطع عيالي؟ وهستفيد إيه في الآخر من ده كله؟ طب أنا لو مت وهم مش حواليا، أبقى أنا كده عملت الصح. وفي نفس الوقت قلت لا، ما الدنيا مش مخلوقة عشان نستسلم فيها لكل حاجة، لازم أن يبقى لينا بصمة وعلامة فيها، عشان الواحد مش مخلوق فيها، عشان يطلع منها زي ما دخلها. هتصدقني؟ محدش هيصدقك ولا يعرف اللي جواك كدي. عبد الله أخوي الله يرحمه وحشني، لما كان عايش كانش بيوحشني، مع إني بينه وبينه كم كيلو بالعربية ولا حتى مكلم التلفون، كنتش بكلمه. حتى لما كنت بنزل مصر كنت بقول لنفسي واد انت مشغول مش فاضي، ما كنتش بسأل عنه. مهم أنا كان لازم أروح له مطمن عليه. قلبي كان بيقول يا هادي عبد الحكيم ده أخوك، وأسأل عليه قول إن فيه سند ليك واقف جنبك ويشوف طلباتك. مش عارف ليه ما كنتش بعمل كده. لا عارف ليه، بس ما عاوز تعترف يا عبد الحكيم، زي ما انا عارف انا ليه سبت مرتي وقطعت عيالي. لانك لو كنت قبلته كنت هتحس انك انت غلطان ومقصر في حقه، زي انا ما اكتشفت ده دلوق. وانا كنت خلفتهم عشان اسيبهم لامهم واقول لهم طالما اخترتوا تعيشوا مع امكم يبقى خلاص ما عاوزكم شيء.
الموضوع يا إسحاق؟ هتهرب، صدقني هي دي الحقيقة. حب على يدك، غير الموضوع، غير. أعمل لك قهوة. انت لسه ما نمتيش يا ماما؟ مش كفيل النوم يا حبيبتي. طيب تحب اعمل لك حاجه تشربيها؟ نفسي مش جايبانه اشرب حاجه عشان. طب علشان خاطري ادخلي ريحي جوه. ارتاح. وقت الراحه. خلاص مشي مع عبد الله، مشي مع عبد الله يا شهد. روحي انت يا حبيبتي نامي، روحي نامي وسيبيني انا عايزه اقعد مع نفسي شويه. على راحتك يا ست الكل، على راحتك. اكل الفطور ده لمين؟ ده العم الحاج، ما كلش حاجه من عشيه وقاعد لوحده، قلت اعمل له حاجه ياكلها. حنينه قاوي، خايفه عليه قاوي. ولا بتوصل وتعرف الاصول قاوي؟ جرى ايه يا ست جبريه؟ هو انا لو عملت حلو مش عاجب، عملت وحش برضه مش عاجب؟ انا لو عفشه ولا مره اي كلام كنت قعدت في بيت ابوي، لكن انا قلت لا، الظرف اللي احنا فيه ده محتاج ان اكون معاكي، واللي فات مات. مين اللي مات على الصبح؟ اصطبحي، بسم الله الرحمن الرحيم. جوزك فين؟ ما سمعلوش حس ولا بيت بره؟ اسكتي يما اسكتي، طول الليل هاتي عياط، لما عينيه بقت عامله زي كاسات الدم.
حبيبي يا ولدي. قلت له لا اطلع فك عن نفسك هبابة، لو قعدت تبكي في الأوضة هتدخنك. والله اه والله انا اول مرة يعني اعرف ان مروان بيحب عمه جو جده زي ما يكون كان عايش معاه طول عمره. الله يرحمك يا عم عبد الله. ولد ابن اصول مش زي ناس. يلا غوري اطلع على السطح جيب الحطب وحمل فرن. حاضر عيني. في عينك. العسل اتحط هنا. اتحط هنا. وتجيبنا هنا. وده هنا. ايوه كده. صبح بالخير يا عبد الحكيم. عامل ايه النهارده؟ الحمد لله. الحمد لله. يلا قوم. حضرت لك الفطور بيدي، يلا عشان تاكل. لا ماليش نفس يا جبريل. لا ينفعش، قدامك لسه يوم طويل. قوم يا اخويا قوم قوم. يلا. بسم الله عليك يا اخوي. خارجة ولا يا جبرية؟ آه راح الكريمة جيبها عشية من الخضة. عرفت شفكر، بس لما جيت أحط راسي بالليل وأنام قلت اهدى، كيف راح من على بالي أقول لها تجيب بناتها ويجوا يقعدوا هنا. تعال أخوي تعال. ما ليه هادو مسؤولين مننا مش من حد تاني. قلت له لازم أنا أروح أجيبهم عشان الناس تاكل وشك وإنت تبقى عملت الصح ومعديك العيب، وهي كمان حرة تيجي ما تجيش، إحنا عملنا اللي علينا. أقعد. أصيلة أصيلة يا جبري. وأنا عارفة يا أخويا إنك زعلان منها، وعمرك مستحيل هتروح تجيبها بنفسك. عشان كده قلت معلش انا بدالك يا اخوي. كتر خيرك يا جبريه. كمان يعني بيني وبينك قلت نجيبها تقعد هنا تبقى تحت عيننا، نعرف بتفكر في ايه، ناويه على ايه. ما هي كريمه دي مش سهله وانت عارف. ربنا يخليك لينا اخويا، يطولنا في عمرك حبيبي. يلا كل 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 الجوة تمال. ايه ده يا ماما؟ هو انت عايزة تفطري؟ احنا عايزين نمشي. مفيش مشاين قبل الخميس، اقعدي افطري. يا ماما ايه اللي يقعدنا بس؟ بقولك ايه؟ اجلس صح اختك زينة عشان تيجي تفطر معانا. يلا. حاضر. وانت ترزعي مش ناقصه مناهده على الصبح. ماليش نفسي يا ماما. بقول اقعدي. انا هفتح. حاضر حاضر يا اللي بتخبط. حبيبتي يا اختي حبيبتي حبيبتي. ربنا يصبر قلبك يا اختي، ربنا يصبر قلبك. والله قلبي عندك يا حبيبتي، تصدقي بالله انا ما نمت طول الليل. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. حبيبتي 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 يا اختي حبيبتي، ربنا يصبركم يا اختي ويبرد النار اللي في قلوبكم. جايدين كده جايدين، انا عارفه والله عارفه. هقول لكم ايه؟ استغفر الله العظيم. امال امال هو فيه بعد الابو حد؟ اه يا اختي، وانت خلفتك كلها بنات والبيت حبيبت ابوها، فلما يخفى من قدامها تلاقي الدنيا داقت في عينها كد كده. اه والله استغفر الله. هو كان في زي عبد الله الله يرحمه، كان كريم وحنين لسانه حلو كل الناس تحبه. معلوم بالك يا كريمة زي ما كون قلبي اتقطعت منه حتة كد كده. والله لا سلامة قلبك يا جبرية. ألف سلامة يا حبيبتي، عارفاكي حنينة
بقولي يا ريتال. نعم يا ماما. خدي اختك شهد يا حبيبتي وروحوا لفوا لفه في البلد كده، او تعرفوا الطريق وبالمره تعدي على بيت عمك عشان تشوفيه وتتفرجي عليه. من عينيا يا ست الكل، بس انا بقول يعني اكلم حسن احسن، اهو يعني يجي يعرفني الطريق، اصل انا يعني الطريق هنا معرفوش. ولا ايه يا مرات عمي؟ معلوم يا اخت اخوكي وحبيبك وماله، ده انتوا دم واحد يا حبيبتي. منورة يا ست جبرية. ده نورك يا حبيبتي. شوف يا كريمة، أنا جيت عشان أقول لك كلمة. عيب اللي عملتيه ده، عيب وما يصحش، وانت حبيبتي وعشانك ده أنا حشت عنك عبد الحكيم، مش وقته، لكن لا ده أصول. لا مؤاخذة أنا مش فاهمة، هو إيه ده اللي عيب عيب؟ شوف يا حبيبتي، هو يصح تسيب البيت الكبير انت والبنات وتيجوا تقعدوا هنا بيت أخوكي، عارفين حدش قال حاجة، إنما لا، من وقت ما اتجوزتي عبد الله، الله يرحم الله يرحمه، ابقيتوا مننا، يعني تجيب البنات وتقعدوا عندنا، ده انت لسه بتقولي لبيتك تعرف طريق البيت، هو ده يصح؟ صدقي صدقي انت عندك حق، ما يصحش ابدا. صدقي ان انا غبيه ما بفهمش. ما هو اللي يغلط لازم يعترف بغلطه. على قولك انا هجيب بناتي واجي اقعد في البيت. ايه؟ معلوم بيتك يا اختي ومطرحك ونشيلكم على روسنا من فوق. لا مؤاخذة تشيلونا على روسكوا ليه؟ احنا اصحاب بيت، ولا انت رايك ايه يا ست جبريه؟ معلوم، امال ايه اصحاب بيت؟ هتنوري يا اختي انت والبنات يا اختي. انت فين يا حسن؟ انا عند بيت خالي مستنياك يا حسن، ما تتاخرش انت فاهم. سلام. انا هستنى بره يا ماما، اصل هو بيقول ان هو قريب من هنا، مش عايزه حاجه منه يا مرات عمي. لا يا اختي، عاوزه ايه يا حبيبتي؟ هي اختك ما رايحاش معاكي؟ لا اسكتي، بطنها وجعتها، طب شوفيها يا ماما. سلام. تشربي ايه يا ست جبرية؟ لا يا حبيبتي شربة كتير والله. وماله؟ اشربي كمان. بقول لك ايه؟ ما تضحكش عليا، وإلا والله العظيم ازعل منك. حقك عليا، أنا مش عايز أغلبك معايا. يا سلام، هو انا طول تصدق انا لو اقدر احطك جوا قلبي واكفل عليك ضلوعي انا كنت عملت كده. بس انت غسل وشك وغير خلقاتك وتعالى، عشان انا عملت لك فطيره بالعسل، انما ايه هتاكل صوابعك وراها. تعرف ان انا مبسوطه قوي. ليه؟ عشان قعدت امبارح بالليل تكلمني وتقول لي كل حاجه في حياتك. يا سلام، والله كأني قاعدة في سينما وبشوف فيلم حلو يخليك تحب الدنيا وتعشقها عشق كده. بس يمكن الكلام ده أنا قلته مليون مرة، بس أول مرة تقوله لفريدة، وأنا حسيت باللي أنت عايز تقوله. وأنا كنت عايز أقول إيه؟ عايز تقول إنك عشطان، عشطان حب. أصل اللي عيشته العمر في الصحراء زي كده والشمس تبقى ضرباه في دماغه يعرف على طول اللي زيه. بس أنا عايزة منك حاجة. قولي. عايزك تقولي كل حاجة في دماغك، كل اللي بتقرأه، كل اللي بتسمعه، كل اللي بتشوفه. يعني لو في فيلم حلو عايز تتفرج عليه قولي، ولو في أغنية حلوة مزاجك يبقى عالي عليها قولي، لو في سطر في كتاب يخليك مبسوط برضو قولي. حاضر. تعال عشان نفطر. حاضر.
حاضر حاضر. حاضر. بت انتي كنت فين امبارح عشية يا بت بعد المولد ما انفض؟ ما كنتش يا ستي، والله التعب حل عليا كده وحسيت اني عايزه انام. عايزه تنامي؟ وعايزه تنامي فين يا بت؟ ها؟ ده انا جلبت عليك البيت مطرح ما لقيتكيش، كنت فين؟ الخوف مسك قلبي فقلت اروح ازور مجام سيدي السالم. مجام سيدك السالم والخوف مسك قلبك قمت اخرج بالليل؟ ها انت يا بنت كنت فين؟ في ايه بس يا ست فوزيه؟ ده انا حتى بحبك زي امي بالظبط. جاكي بوي لما يلهفك. مين دي يا بنت اللي زي امي؟ مين دي؟ اجري اجري افتحي الباب. السلام عليكم يا بنتي. سلام عليك. ازيك يا فوزيه؟ ازيك يا بنتي؟ ازيك يا خالتي؟ اهلا وسهلا. ينفع ده كده يا بنتي؟ عبد الله يموت وما اعرفش الا من عبد السلام؟ ليه؟ هو انا مانيش من العيله ولا ايه؟ ولا عشان يعني قاعده في اسكندريه يبقى خلاص؟ لا سمح الله يا خالتي مش قصدين يعني. امال ايه؟ بس والله اللي حصل ده حصل على غفله. مات فجاه كده. هنعمل ايه؟ امر الله. خالتي جليله ازيك يا نادي؟ اهلا حبيبتي. اهلا يا بيتي. اهلا يا بيتي. ازيك يا نادي؟ الحمد لله. هي خلفتي ولا لسه؟ لسه والله يا خالتي. يبقى ربنا لسه ما رايتش، بس ان شاء الله ربنا هيتعمك ويديكي وهتقولي خالتي جليله جالت يا رب. في ايه؟ جرى ايه يا فوزيه؟ يا خالتي انت مش هتعملي لي حاجه اشربها ولا ايه؟ قومي يا بت، فزي اعملي لخالتي القهوه. قومي يا بت. وانت ما تقوميش ليه؟ على دماغك ريشه ولا على رجلك نكش الحن؟ ولا يعني استكبرتي؟ لا العفو يا خالتي، لا استكبرت ولا حاجه. قهوتك زياده ولا غيرتيها؟ لا غيرتها، بقيت اشربها على الريحه. وفرتي. امال فين اللي تنضرب في قلبها؟ مش هني. انتش عرفك انا بسال على مين؟ هو في حد ينضرب في قلبه وعفيته غير اللي اسمها جبريه؟ مطلع عينك صح؟ مرار يا خالة مرار. طب وانتي؟ ولا يهمني، ده لولا ابوي كنت حشيت راسها من زمان. هبلة، هي عايزاكي تعملي كده عشان الواد يزعل منك، عايزاكي تغلطي يا موكوسة. عارفة حل اللي زي جبرية ده ايه؟ ايه؟ الطناش، تديها الطرشة عشان هي بقى تتغاظ وتفضل تهري وتنكت وتخطط لك وترتب وتنفذ، وانتي ولا كأنك هنا عشان يبقى كل اللي بتعمله ده على مفيش. الله، امال فين كريم؟ عند ابوي في البيت. وما جاتش هنا ليه؟ ما عارفاش، بس اللي ما تتسماش راحت تجيبها. تجيبها يا بنت؟ هتضحكيني واحنا في موتة الله يحسك. لا يا شهد مش قادره استنى، على بالي طول الليل عايزه اقرب له فتحه. انا كمان عايزه اقرب. ده مروان. مروان. ايوه زينة. رايحين فين؟ رايحين نقرا فتح البابا. احنا مش عارفين مكان المقابر وكنا لسه هنسال، كويس ان احنا لقيناك. اركبوا معايا. بصراحة الوش اللي انت مركباه ده مش وش زعل على ابوكي.
انا ما اقصدش اضايقك، بس حاسك يعني ماشيه معايا بالعافيه. بصراحه كل ما اقرب على البيت احس ان انا عايز ارجع ونفسي مش جايباني. يا هبله، ده بيت عمك. بقول لك ايه يا حسن، مفيش مكان كده يعني نروح نقعد فيه؟ مفيش غير الجناين. لا مش قصدي، يعني قصدي كافيتيريا، نادي، الحاجات دي. عايزه تشم هوا، يبقى نروح ونقعد في الجناين بتاعتنا. بتاعتكو؟ ماشي يلا. بقول لك يا حسن، الجناين دي كلها بتاعتنا مش كده؟ اه. طب هو انتوا مقسمين الارض؟ يعني عارفين فين حق ابويا وحقكم ولا لا؟ نتال، وده وقت يسمح ان احنا نتكلم في حاجه زي دي؟ لا طبعا، سؤال خطر في بالي قلت اقوله لك عادي يعني. والله انا ما بشغلش بالي بالحاجات دي. اقول لك على حاجه، انا اصلا عايز اسيب البلد كلها وهاجر. تهاجر؟ تهاجر ليه؟ طب اللي عايز يهاجر ده بيبقى عايز يهاجر عشان يعمل قرشين، انت ما شاء الله عندك كل حاجه، تهاجر ليه؟ عشان اعيش زي ما انا عايز. ايوه تعيش زي ما انت عايز. ازاي يعني؟ عايش براحتي. براحتك ازاي يا حسن؟ براحتي كده، ما بقاش في حد فوق نافوخي. عايش مع ناس فكه بتحب الدنيا، مش كل ما امشي الاقي حيطه سد وناس مجفله وشغلين نفسهم ازاي يغلبوا الناس التانيه وازاي يجهروا الناس التانيه وازاي يبقوا احسن من الناس التانيه، وشغلين بالهم ليل نهار ازاي يغلبوا ده وازاي ده ما يركبهمش ولا يتغلب عليهم. يا ريتال، انا عايز اعيش، اتنجل من بلد لبلد. وتتجوز بقى من كل بلد واحده مش كده؟ يا ريت. يا بجحتك يا اخي. انا صريح، اكدب ليه؟ ما دام انا نفسي في كده، ايه اللي يخلينا داري؟ يا سلام بقى لو الواحد يوجع في واحده فرنسويه ويختمها بواحده انجليزيه منشيه كده. منشيه كده؟ والمصريه مالها بقى ان شاء الله؟ مصريه؟ مصريه بتجلب في الاخر فوزيه على جبريه. على مين؟ كريمه مش كده؟ ما تزعليش مني، بس انتم الصراحه معقدين. انا عمري ما شفت واحده الا وشغله نفسها ازاي تجيب التانيه الارض وازاي تطلع عينها. عندك ناديه هي اللي شايله البيت شيل، مين مطلع عينها؟ امي وعمتي. في الاخر يقول لك اهدى مجتمع ذكوري والرجاله بتجهر النسوان، اقصد الستات. والله انت ما طبيعي. تاكلي ذره؟ ذره؟ ماشي. ما تشوف اخرتها معاك ايه يا حسن. كل دي جنان يا ولاد الحرمية. ماشي.